أغير طلعه ما تنسوش الميكرو تكلمك خرجنا من الأكتواليتي السياسية اليوم ومش نحكيه على ظاهرة الحقيقة نعتبرها ظاهرة تخوف وخطيرة في بلادنا هي موضوع الجريمة يعني تقريبا على كل لون يا كريمة كما يتقال بارح في بنزرت العثور على جثث 5 أجنة غير مكتملة النمو مدفونة داخل أسيس يعني داخل الليفاز متاع المحبس احنا نقوله النيابة العمومية بنزرت عشية الأربعاء أذنت لفرقة شرطة العدلية بفتح بحث أمني أثر العثور على جثث 5 أجنة حاتم غير مكتملة النمو مدفونة داخل أسيس فوق سطح عيادة طبية مغلقة منذ مدة حسب طبعا ما يؤكد المصدر الأمني. تعرف البارح على خلفية المباراة متاع كرة القدم بين النادي الرياضي بنزرتي والترجي طبعا وقع زاد الفوضى والعنف والجماهير كالعادة دخلت في الوضعية اللي تعودنا عليها تقريبا في ملعبنا الرياضية من أروع الجماهير جماهير البنزرتية ونعرفهم جيدا معناه رايحين منش يعرف شنو اللي صار علاش وصلوا لهذا مانيش معناها في المجامل هي الجماهير هكاك جوهر او في العالم يلزم نمشيو نتوخى سياسه معينه باش نرجعوا الهدوء اكثر ما يمكن المباريات وترجع الفرجه على خاطر زاد يمكن اللعبه والفرجه وغياب الجمهور عنده مده والوضعيه ككل تؤدي لهذا راه ماهوش استثناء زاد حاله الجماهير في مساعد تونس. المدرب تاع الترجي الرياضي التونسي خرج بثلاثه غرز في راسه كعيبة جات في راسه ما يعرفوا شنية حجرة شنية اللي جات في راسه هو في الترا بعد ما تسجل الهدف متاع الترجي كلاها حيت هذه واحدة اثنين تكمل العملية تروازيام ميتون كيما الرقبي تكمل الرقبي تروازيام ميتون شيخة وفرحة وزوج جمعيات يقعدوا مع بعضهم هذا يكمل بين الشرطة وبين بعض الجماهير بعض نقول من بنزرت اللي دخلوا في مواجهات عنيفة استعملوا فيها البومب لكريموجين ودرا شنو الشرطة والاخرين زاد كيف كيف استعملوا ما كتبوا ربي الاخر لامامهم وكانت حالة من الفزع تحولت فيما بعد في نطاق يجريوا البوليسية باش يشدوا الوليدات هذوما فوق السطح من السطوحات بالمحابس ضربوا بالمحابس اكتشفوا الجريمة هذه الحقيقة معناها دفن الجنة لو كان موش الأحداث متاع ما بعد المقابلة ما يفيق حتى حد المحبس هذا يشفي هو هذا هو يعني تقريب هي معظم الجرائم تكتشف من هذا القبيل ديما بحالة من الصدفة شفنا قضية دفن معناها جثث في جرزيس والناس ما يعرفوش لشكون تعود هذه الجثث هوية الناس الأديان غيرها يعني تقريبا شفنا آخر مرة في بندحة في العالم عاصمة يعني منطقة بندحة في سيدي حسين أولاد صغار يعني مفروض في المدارس بركاجات مباشرة للكراهب وفي الليل يعني والخطر هذاك وما قد ينجر عنه سواء ضرر لأصحاب السيارات سواء أنفسهم للأولاد ذكوم وكان واحد ضربته كرهبة ولا غيرها شفنا جرائم أخرى من نوع آخر اليوم ولا حديث رسمي وإقرار رسمي بتدليس يعني معطيات في علاقة بالمعلمين والأساتذة النواب في جهة سيدي بوزيد ثم حديث أكثر من هذا حتى في تقارير دائرة محاسبات عن توظيف ناس بشهائد مدلسة شفنا جرائم متاع الرشوة يعني تقريب في الإدارات في بوليسية في غيرها شفنا جرائم من الاغتصابات والجرائم الأخلاقية وغيرها اللي يندلها الجبين أنك تتحدث فيها شفنا جرائم معناها المدة قوات الأمن تعثر على أكثر من مكان يكون مصحة يكون معناها محل استشفاء يكون محل تدليك غير نقاوها تدخل في دائرة الجرائم يعني تقريبا الجرائم عندنا متعددة متنوعة والأخطر خليفة الشعور بالأمن من طرف المواطن التونسي هو هذا الأخطر معش نجم يتحرك في الليل اركش في الدار كيف تخرج ما تخرجش وحدك خايف على سيارته خايف كان يمشي على ساقيه خايف كان يمشي على دراجة على وضعيته أي بلاد كي تخرج تمشي سايح لأي بلاد كان تلقاها تسهر في الليل والناس محلاتها محلولة ومقاهيها ومطعمها ونزلها وخدماتها تحس أن البلد ذاك معناه عنده الانتعاش الاقتصادي وعنده الأريحية احنا لا مدننا ولا تسكر على بكري المشكلة منه هذا الخوف المشكلة كي تجي تطبق القانون
يخرجوا كهيئات الدفاع يخرج حقوق الانسان. شوف الجريمه فما حقوق انسان، جريمه قام بها منطبق عليه القانون. لا شوف انت قداش من واحد تشد معناها بال في ترافيك بتاع حشيش، وواحد تو تشوف فيسبوك وهيئه الدفاع وناس تتكلم بكل حريه، معناها وصلنا اليوم ندافعوا على الجريمه. اي ما بطريقه غير مباشره، ولكن كان الناس تدافع على الجريمه، خاطر يا تداخل هنا بين الخط انك تدافع عن تطبيق القانون وعن الحقوق نتاع الانسان اثناء الترافع واثناء التقاضي واثناء التحقيق، بين انك تاخذ الموضوع وتحلله وتفككه من جهات اخرى، لانه البلاد اذا كان يختفي فيها قوه وحزم القانون وفعاليته وانجازه تصبح مخيفه للمواطنين وخاصه للضعاف والقلاله، لانه هو في النهايه اللي عنده امكانيات محمي بطبعه، ماهوش محتاج يمشي في الشارع ياسر ولا يمشي يفركس في قضيه اخر الليل ولا هو مزروب باش يمشي المستشفى ويقف في معناها ايرجونس ويلقى عارك حتى البودي جارد يهزوا معه وظاهره بودي جارد وعنده خمسه يعس عليه، بينما الزوالي هو اللي يمشي في العفس في المشاكل هذه. لكن الناس اللي عرضوا لهم ساعات راه في مطربين بين ظفرين بعض المغنيين هذوما داخل العرس عرسه في عائلات وما هرب بودي جارد يوصلوه الى حدود شين هدره هذي جاي ضيف ولا عامل عرك ولا داخل مسرح قرطاج باش يغني في قرطاج ولا مهرجان وما اربع بودي جارد. هي موضه موضة فما شركات تاع بودي جارد موجودة ربي يعينهم يخدموا على الروح. شو باش يسيدوا على كرتاج زعما؟ ليه هو عاملها الفاز على كرتاج باش كيما في امريكا زعما يدخلوا معاه لي جارد كور نتاعو في امريكا ثم كرتوش احنا ما عندنا كل حديث ما قلقوش ياسر. فبحيث وقت اللي نتحدث على الواقع هذه في بنزرت ترجع لنا البال انه ممكن الجريمه تقع في اكثر الـ يعني الفضاءات اللي ما نتوقعوهاش. عفوا عليك لطف عليك وما تخافش خليفه ما تخافش كمل الكرونيك نتاعك نوعدك انا وعز الدين نعملوا لك الجارد كور نتاعك انت يعني بودي جارد نتاعك ما نتوقعوش كما قلت لك انه يقع الدفن اجنه بهذه الكيفيه. لطف عليك جريمه تتعلق بامر نتاع اجنه وعياده طبيه تخوف. نعم تعليقك لطفي بسرعه في دقيقه ونصف او دقيقه. فما ترافيك كبير هذا نتاع الاجهاض ومعروف هذا وفما ديما كل بلاد فيها الباهي والخايب فما طبه خايبين يعملوا هالاعمال الوسخه. شكون قال طبيب؟ ما نعرفش انا ما نعرفش العياده الطبيه هذه مسكره مغلقه راهي ليه؟ شكون قال الطبيب اللي عمل؟ والله ما نعرف. هل هو الطبيب اللي كان فيها طبيب اخر فرملي فرملية مواطن عادي شكون اللي قال البحث هو اللي باش يجيب؟ قال لي توا ولا بحث قبل كان زوز كفوف ويقر توا ولا بحث واثبات ونيابه عموميه ودرجه ومن بعد تولي تطلب في السماح. شكرا لكم.